في قرية اللي جات وسطها وقريبة تخبط الضغط، مجمع هذه في المناطق الظلها، المناطق النائية، وبالتالي من الأهمية بمكان. لو كان هنا مازال لانكونيو اللي مازال ما على بالناش بها هي تأطير والمعلمين. ودوك إذا كان كيف لابد من الإجراءات مع المفتش مع مديرية التربية، مع مديرية التربية. الاعتمادات المالية تكفي العملية هنا. تكفي. كافية. 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 يبقى روليكا المهم نروح نشوف ديرو ليكا سي 7 مليار اون انغاجي 6 مليار وليكي ها هذا لا رياليزاسيون 6 مليار بلس هادو هنا دونك حبيت نقلوهم اون اتوندون نخلقوا لهم مجمع مدرسي في اطار الخريطه حتى القريه اللي كنا فيها المواطنين قال لك نرجعوا اذا كان فيه الطريق الرئيسي هذيك تخدم وليكول ولكن الاولويه ليكول وعندنا ثاني كهرباء الريفيه راه ما كانش في القطاع خلي الاجتماع هذا من بعد سيدي وراحتكم لي شي حاجه تطرح المنطقه هذه كان ما كانش فيها ايكول ما كانش فيها ايكول معزوله 10 كيلومتر على شحيمه 12 كيلومتر من على طيفة والولاد كانوا يقراو في شحيمة في الانترنت شحال كانوا يقراو في الانترنت؟ 500 لا من هنا هذا المجمع غادي 90 جيل 90 ينقص من الانترنا هنا عندهم البديل لما قلنا نغلقوا الانترنا راه عندنا البديل الوغ احنا لي زوتر سيوان انا نقول لك روح شوف لي زيكول لي جروب سكولار نديك المادنه نديك سيدي عبد الرحمن نديك السبعين نديك البوغاره نديك للسبت نديك المغيله كملنا وحنا هنا مازالنا رانا في روتوش لا 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 انا البروجي تاعي راك انت روطرت المقاول انا نقول لك بروجي مش تاعك تاعي والمقاول تخدم ليل ونهار ان شاء الله او الدخول المدرسي رانا على الابواب دي جور او ماكسيموم يكون وجه ماكسيموم ماكسيموم سي لا 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 نهضر بالمينيموم ما نهضرش بالماكسيموم دوك تاع الماكسيموم ماك بعدت عليه ولا ما تقوليش زرك ديبي سبتمبر سي لويت ديبي سبتمبر ديبي سبتمبر سمع نعطيك اسبوع ان شاء الله اسبوع باذن الله خدم لي النهار وجدوا ان شاء الله دوك نشوفوا واش مازال كريستالياليزي هنا مازال لي لابانتير ولا بوتي ايه هذا هو صح انا هانتي الوالي انا البورو بغيت نخدمو على بال نكمل لومينوجمون تاعي بعد نخدم من البورو هنا ماني جاي الجروب راه هنا تاع البورو راه حاطين ماتريال ونصالح بيبدا انا بغيت نكمل كاع لومينوجمون تاعي ونخرج لله بون على بالي ما كنتش خالصين على بالي انا اللي على بالي كي انت كي مكتب الدراسه من هذا الباب انا نقول لكم يعطيكم الصحه ما خلصتوش وراكم تخدم لان مناه راني تبعت الوضعيه نتاع كاع المقاولات اللي خدمت معنا في الجروب سكولار معالي وزير التربيه كلمناه وهو يزورنا الاسبوع المقبل ان شاء الله فطرحنا لك المسائل اجراءات مع وزاره الماليه خلص على الانكار لهنا الانكار دو سيتياسيون راه مون انستانس ثاني خالص في البيرو ديتيود خالص لي زونورار ليتيود خالص عليها خالص عليها لو سويفي خالص الانكار الانكار رئيس الطائره مع رئيس البلديه الوقوف المدرسي ترفعونا الاعلام لهنا مع الولاد تاعنا ان شاء الله يا رب والله على قدم وسع هنا لا 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 يرفع الاعلام يرفع الاعلام هنا ان شاء الله ان شاء الله في البلديه ان شاء الله اسبوع لا اسبوع اسبوع تبقى رتوشات يطلع الاعلام ان شاء الله مفتش المقاطعه اين هو؟ اين مفتش المقاطعه؟ والله راه غايب يا اخي الدخول الاداري نهار الحد اليوم خرجنا ميدانيه خرجنا للمدرسه يكون حاضر يحضر بعد في لاريون جي لو ميون دمار لازم يتبع ليكيبما مع البلديه وين راه؟ سيبر واجد وكلش واجد 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 هاك شفت انت ماكش واجد ليكيبما ها واجد وجدناها قبل الوقت لي دو جروب لي طرا ليكيبما واجد
بقى دوك مع مفتش المقاطعه نعرفوا المعلم معين المعلمين جاوا روحوا نبينوا الهيكل وراه واش احد معك هكذا يعني الحيوط نطلعوهم والمعلم وراه والمدير وراه هذه مساله نفصل فيها مع مدير التربيه مره هذا المطعم هذه لا صابوني بالا دونك هذه ا 3 كلاس نورماليتي كوتين لا كونتين ها ما لا بنيسيون تاعك نقصا لا 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 الدخول المدرسي المقبل يكون جاهز ترفع العلم هنا السيد رئيس البلديه اروحوا لهنا ديروا سيريموني وشوفوا تحلوا المدرسه الاخرى من عين تهضر واحد